لازم هادو يجيب غدا ولا بعدا ولا اللي بغيت فين يا ماما في خايف داو تويلي بن قوب زين زين ما كايناش هنا زين بن علي يونس اختفاش اجايد اش اجايد العمار ابراهيم العفيف وسيم الغالي شقور محمد امين العاقل الياس هذا هو اللي كان كيقرب شوف شويه شال الدخول المدرسي كان دخول تم في ظروف جيده استقبلنا الصباح هذا الامهات كانوا الامهات وكان تنظيم رائع في المؤسسه وهذاك تضافر الجهود ديال كل من الاداره التربويه والاطر التربويه وزائد جمعيه الاباء مساهمه جمعيه الاباء عندنا كان دخول عادي كان دخول سلس بالنسبه نظرا للتنظيم اللي وجدناه قبل من الدخول يعني وجدناه في هادي شي اسبوع حنا كنوجدوا الدخول المدرسي وبالنسبه لنا حنايا راه عندنا هنايا من القسم الاول حتى القسم السادس مستويات كامله عندنا تقريبا 20 قسم هنايا 20 قسم الاساتذه تقريبا الاساتذه كاملين جاوا في المواعيد وكان دخول رائع وكان دخول في المواعيد ان شاء الله يا ربي ونتمنوا تكون مسيره موفقه بما ان اطار جديد في هذه المؤسسه كنتمنى من كل القلب ديالي انني نعمل شي اضافه ونضيف شي اضافه اخرى جديده هنا في المؤسسه هذه انا اسراء الغزيري هذيك كنقرا في مستوى السادس الابتدائي من مدرسه بن زيدون بصراحه فرحانه بزاف لدخول هذا المدرسي وان شاء الله تكون دخول موفق للجميع وكما استمتعنا بالعطله الصيفيه نستمتعوا حتى هاد السنه الدراسيه كنتمنى التوفيق لجميع التلميذات والتلاميذ لهاد السنه السادس ابتدائي مسيفسنا الرئيس جمعيه الاباء ولي التلاميذ لمدرسه ابن زيدون نحن على العهد ومستمرون في المساهمه لتجويد التعليم العمومي ان شاء الله الله تعالى يوفقنا ان شاء الله بحول الله وهذه الانطلاقه ان شاء الله كانت قبل ايام قمنا بلمسات نظافه وصيانه لاستقبال التلاميذ على احسن حال وبدايه موفقه ان شاء الله بعد ما تسالت العطله جبت وليداتي اليوم بثلاثه عندي المستوى السادس وعندي الثالث والتحضيري المدرسه بني زيدون والنظام هنا مزيان وكل شيء مزيان وان شاء الله تكون المديره جابوا لنا واحد المدير جديد هنايا ومؤسسه مزيانه وفيها نظام مزيان وزنا عطله مزيانه واليوم اول نهار تسجيل العواول جبت وليداتي داتي هنايا قراو عندي العائله طلع من هنا للكوليج وعندي ولادي ثلاثه هنايا كيقراو بيتي بثلاثه الحمد لله اليوم جينا للمدرسه جبنا وليداتنا بمناسبه الدخول المدرسي ديال العام الجديد ان شاء الله نتمنوا الدخول هذا كما نقولوا كما كان ذاك العام يكون في المستوى ويكون الاساتذه والتلاميذ هما وحتى الوالدين حتى هما يكونوا في المستوى ونتمنوا التوفيق للجميع وان شاء الله نتمنى تكون تحسنات من حيث شويه كاين واحد الخلل ذاك العام اللي كنا لاحظناه في جمعيه الاباء
تكون شويه ديال المرافق اللي هي صحيه ديال الاطفال ديالنا حنايا في المدارس. داك العام كان شويه خاصه في المراحل. من ناحيه الدخول المدرسي جينا اليوم لقينا مدير جديد، نظرا اللي كانت واحد المديره داك العام هي حتى هي في المستوى، حنا ما كنكروش هذا الشيء، كانت الاستقبالات ديالها كانت في المستوى، كانت كتصنت كانت ملي كتكون شي مشكل ولا شي حاجه كانت كتصنت ليها. ونتمنوا هذا المدير حتى هو الجديد يكون يعطي واحد الدفعه جديده للمؤسسه، وهذا هو الجديد ديالنا اللي لاحظنا هذا العام هذا في الدخول.